الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة اللي بعدها. كل طاهر مباح منق فيجوز الاستجمار به. كل طاهر مباح منق فيجوز الاستجمار به إلا بدليل، يعني إلا إذا خص الدليل بعض الطاهرات التي توفرت فيها هذه الشروط بالتحريم فتكون حراما بعينها كالروثة الطاهرة، فإنها منقية وطاهرة ومباحة، ومع ذلك حرم الدليل الانتفاع بها والاستجمار لأنها طعام دواب الجن، وكالعظم لا يجوز الاستجمار به مع أنه طاهر مباح منقي توفرت الشروط الثلاثة فيه، لكن لا يجوز الاستجمار به لثبوت الدليل الخاص كما في الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره، فإنه طعام فلا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن. وأما ما عدا ذلك فكل ما على الأرض يجمع بين هذه الثلاثة أنه مباح ليس بحرام، والتحريم ينقسم إلى قسمين، إلى تحريم لحق الله كالأشياء النجسة، وتحريم لحق المخلوق كالمغصوب والمسروق، فلا يجوز أن تستجمر لا بنجس ولا بمسروق ولا بمغصوب لأنها لا تباح لك استعمال، لا يباح لك استعمالها. ثم الشرط الثاني قال منق، يعني أن يكون من خاصته التنقية، وبناء على ذلك فالزجاجة ما فيها حراشيف تنقي، ما شفت تزيد النجاسة وتنقل النجاسة من مكان إلى مكان، لابد أن يكون من خاصته الإنقاء كالماء وحراشيف الخشب وحراشيف الحجارة وحراشيف الإسفنج، الخرقة، المناديل، هذه فيها خاصية الإنقاء تسحب ما مرت عليه من النجاسات، لكن الزجاجة البلاستيك هذه أشياء تزيد النجاسة انتقالا، فإذا لابد في المستجمر به أن يكون من خاصية الإنقاء. ثم قال طاهر، طاهر وضد الطاهر النجس، فالأشياء النجسة لا يجوز الاستجمار بها. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست ثالثا فلم أجد فأتيته بروثة، زاد ابن خزيمة وهي روثة حمار، وهي روثة حمار، فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا ركس، والركس هو النجس، فدل ذلك على أن الأشياء النجسة لا يصح الاستجمار بها. أفهمتم؟ فإذا سألك سائل ما الأشياء التي يجوز الاستجمار بها، فقل هي ما جمع ثلاثة أوصاف، أن يكون منقيا طاهرا مباحا.